صباح الخير عملاءنا الكرام، هذا هو التحليل اليومي للأسواق في الاثنين أول أيام التداول من الأسبوع الحالي والموافق للسابع من شهر آب لعام 2017، حيث يأتيكم هذا العرض كالمعتاد من شركة سيم تريدينج. على الفور نبدأ بالاطلاع على المفكرة الاقتصادية لهذا اليوم، حيث يصدر مؤشر الإنتاج الصناعي الألماني عند الساعة 9 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية. هذا الإنتاج من المفترض أن يقدم قراءة ويحدد القيمة الإجمالية للإنتاج أو المنتجات المختلفة عن شهر حزيران. طبعا القراءة من المفترض أن تأتي متراجعة على القيمة السابقة لتصل إلى 0.2%. عادة ما يستجيب القطاع أو الإنتاج الصناعي بشكل سريع للتغيرات التي تحدث في دورة العمل وكذلك واقع الاقتصاد والحالة الاقتصادية السائدة في البلاد. من الممكن بالنظر إلى هذا التقرير أن نعتبره كمؤشر قيادي للتوظيف في القطاع الصناعي. بالانتقال إلى سويسرا، وعند الساعة 10:15 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية أيضا لدينا مؤشر وتقرير هام عن أسعار المستهلكين على أساس شهري. هذا التقرير يتعامل مع قراءة عن شهر تموز، ومن المفترض أن يسجل تراجعا ليصل إلى ناقص 0.3%، بينما كانت القراءة السابقة عند ناقص 0.1%. طبعا كلا التقريران لديهما أثران سلبيان على اليورو وكذلك على الفرنك السويسري والعملات المرتبطة بها. طبعا مؤشرات أسعار المستهلكين تعتبر من الدلائل على معدلات التضخم التي تحدث في البلاد، لأنها تقيس التغير في أسعار السلع والخدمات التي يضطر المستهلك لشرائها. بالانتقال إلى المملكة المتحدة البريطانية، لدينا تقرير عن مؤشر أسعار المنازل عن شهر حزيران وكذلك قراءة سنوية بالمقارنة مع حزيران. هذان المؤشران يصدران عند الساعة 10:30 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية. يحدد هذا التقرير دائما متوسط أسعار التغير فعليا في متوسط أسعار المنازل التي تم بيعها أو تم تمويل عمليات البيع لها من خلال بنك هالفيكس، وهذا البنك هو يعتبر من أكبر المقرضين العقاريين في بريطانيا. من المفيد أن نطلع على القراءات التي سوف تصدر لهذا التقرير. هنالك توقع بتحسن على أساس شهري وكذلك الأمر، ولكن تراجع في القراءة بالنسبة للقراءة السنوية. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، وعند الساعة 6:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، هنالك خطاب هام لبولارد وهو عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. ثم يليه عند الساعة 8:30 تقريبا بتوقيت المملكة العربية السعودية خطاب أيضا لكاشكاري وهو عضو زميل لبولارد في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. متابعة الخطابات كما نعرف هي من الأمور الهامة التي تساعد في كشف واقع الاقتصاد وكيف ينظر المشرع المالي لمستقبل البلاد ومستقبل العملة، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة قصيرة الأجل. ننتقل الآن إلى القسم التقني من حركة الأسواق، ونحاول أن نفهم معا كيف كان سلوك الأزواج خلال الساعات الأخيرة من تداولات يوم الجمعة الماضي. نلاحظ أن زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي قد تحرك بحركة تقليدية فعليا إنجاز التعبير. صمدت الأسعار أمام مستوى المقاومة عند 1.31651، وشكلت نموذج سعري أو تشكيل سعري على الشموع اليابانية قبل أن تتخذ طريقها نحو الأعلى مستهدفة أدنى سعر كان قد سجله السوق في اليوم السابق يوم الخميس، إلا أن هذا المستوى كان عند مستوى حساس لم يستطع السوق فعليا الصمود، بل تابع الحركة نحو الأسفل ليصل إلى مستويات متدنية ويغلق على ارتفاع طفيف. أما في ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين السابع من شهر آب لعام 2017، نلاحظ أن السوق يحاول الارتفاع لاختبار مستوى المقاومة عند 1.30533. هذا المستوى
إذا ما صمد أمام حركة السوق من المفترض أن يرتد نحو الأسفل ليصل إلى أدنى سعر ممكن أن يسجله خلال التداولات. إذا ما قيد لهذا المستوى النجاح طبعا، وإذا ما فشل في دفع السوق نحو الأعلى وهو مستوى الدعم 1.3168 فيتابع السوق حركته فعليا نحو مستويات سعرية متدنية أكثر. فعليا لدينا مستوى هام يجب الانتباه إليه وهو مستوى الدعم المتوسط أو المقاومة المتوسطة فعليا عند 1.3192، هذا المستوى من المستويات الهامة التي من المفترض الانتباه إليها خلال التداولات. كذلك الأمر بالنسبة لأعلى سعر كان قد وصل إليه السوق خلال يوم الجمعة قد تحول إلى مستوى مقاومة أيضا هام يجب الانتباه إليه. ثم لدينا مستوى المقاومة عند 1.3215. بالانتقال إلى اليورو مقابل الدولار الأمريكي، نلاحظ أن حركة اليورو كانت حركة قوية بعد مجموعة الارتفاعات التي سجلها السوق خلال الأيام والأسبوع الماضي، خاصة أن حركة الهبوط التي شهدها السوق كانت حركة قوية تجاوزت فعليا 150 نقطة خلال 3 أو 4 ساعات. نلاحظ أن مستوى الدعم الذي صمد فعليا أمام حركة السوق عند 1.17308 كان قد دفع السوق مرة أخرى الارتفاع قبل الإغلاق. كذلك حدثت بعض عمليات جني الأرباح في هذه المنطقة السعرية مما دفع السوق نحو الأعلى. في ساعات الصباح الأولى من الاثنين نلاحظ أن الحركة ما زالت بسيطة خجولة، إلا أن قرب مستوى المقاومة عند 1.18019 من المفترض أن يرجح اختبار هذا المستوى قبل أن يقرر السوق اتجاه الحركة المستقبلي. إذا ما نجح السوق في تجاوز هذا المستوى السعري تعود الأسعار مرة أخرى للارتفاع لتصل إلى مستوى المقاومة الأول عند 1.18449 ثم مستوى 1.18730. أما إذا ما هبطت الأسعار فإن أول مستوى مستهدف قبل الوصول إلى أدنى سعر كان قد سجله السوق خلال يوم الجمعة هو مستوى 1.17589 ثم أدنى مستوى سعري أو القاع السعري الذي سجل يوم الجمعة الماضي. بالانتقال إلى الدولار الأمريكي أمام الين الياباني، نلاحظ أن الحركة أيضا كانت مطابقة فعليا لما حدث على الأسواق الأخرى ولكن بجهة معاكسة، حيث استفاد فعليا الدولار الأمريكي من مستوى الدعم عند 110.062. هذا المستوى دفع السوق للارتفاع خلال حركته نحو الأعلى خلال ساعتين أو ثلاثة ليصل أيضا لأعلى قمة سعرية سجلها خلال يوم الجمعة تجاوز بها أعلى سعر كان قد وصله السوق خلال الأسبوع الماضي وتجاوز المستوى بتقريبا 10 نقاط. طبعا التجاوز كان فقط لتسجيل مستوى سعري أو قمة سعرية جديدة ثم عادت الأسعار للتراجع مرة أخرى. في صباح يوم الاثنين نلاحظ أن السوق يحاول أيضا التعامل مع مستوى المقاومة عند 110.797. هذا المستوى حتى الآن يبدو أنه يصمد بشكل جيد، خاصة أن الشموع التي تظهر حاليا هي شموع من نمط الدوجي وهي قريب أو الهمر وهي قريبة من معنى أن السوق لا يملك الرغبة فعليا في تجاوز هذا المستوى، فمن المفترض ربما أن نشاهد تراجعا للسوق نحو مستوى الدعم عند 110.520. باقي المستويات التي يستطيع السوق الوصول إليها هي طبعا بالطبع مستوى 110.978 أعلى مستوى سعري كان قد سجله السوق قبل يوم الجمعة، ثم أيضا لدينا دعم عند 110.243 وكذلك عند مستوى الذي قدم منه السوق بعد حركته خلال يوم الجمعة عند 110.062. هذه المستويات دعم قد تكون مؤشرا لمتابعة السوق الحركة نحو الأعلى فيما إذا كتب للأسعار الهبوط نحوها من جديد. بالانتقال إلى سوق الذهب، فعليا حاول الكثير من المتداولين خلال يوم الجمعة التخلي عن مراكزهم السعرية وإغلاق صفقاتهم خلال يوم الجمعة، وخاصة خلال الفترة الأمريكية مع التحركات التي شهدها الدولار الأمريكي وباقي العملات. نلاحظ أن السوق كان قد تحرك من مستوى الدعم والذي بل مستوى المقاومة والذي صمد
لمرتين اختراقين متتاليين حاول السوق التعامل مع هذا المستوى، مستوى المقاومة وإزاحته للصعود نحو الأعلى، إلا أنه فشل في كلا المرتين من تحقيق أي تقدم على نطاق الأسعار نحو الأعلى، ليبدأ العمل تبدأ عملية الهبوط بشكل متسارع أيضا لتصل إلى أدنى سعر كان قد سجله السوق خلال يوم الجمعة عند 1254.25 سنت للأونصة الذهبية. من الضروري التذكير بمستويات الدعم والمقاومة للأسبوع الحالي. بالطبع لدينا مستوى المقاومة عند 1269 دولار، ثم مستوى وقبله مستوى المقاومة عند 1266.90 دولار، والأهم هو طبعا مستوى المقاومة المتوسط الذي يبلغ 1262 دولار، و مستويات الدعم الحالية عند 1257 دولار و 1254 دولار. طبعا هذه المستويات تعمل خلال فترة الأسبوع الحالي، من الضروري الانتباه إليها وخاصة كيف سيكون سلوك الذهب خلال اقترابه من هذه المستويات السعرية، وما هي التشكيلات السعرية التي قد تظهر على الشموع اليابانية عند هذه المستويات. كانت هذه النظرة على الأسواق في الساعات الأولى من تداولات يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر آب لعام 2017. نتمنى أن تكون واضحة ومفيدة بالنسبة لكم، وعلى أمل أن نلقاكم في صباح يوم الغد يوم الثلاثاء بإذن الله.